السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سليمان، قناة المحترف المصري، وده الفيديو، أول فيديو بعد ما اتهكرت القناة. والحمد لله رب العالمين، نحمد الله. يعني القناة دلوقتي حاليا مفيش عليها ولا فيديو. الراجل اللي هكر القناة دوت دخل، مش عايزين نقول راجل، البني آدم الإنسان اللي دخل هكر القناة دوت، هو طبعا هو مش هكر ولا حاجة. هو كل الموضوع يعني ان معاه سي ام اس، معاه بارتنرشيب، او اللي هي شبكه متعدده القنوات، فبيتحكم عن طريقها يعني بيتحكم في اي قناه، ولكن له بعض الاحتياجات علشان قادر يقدر يتحكم. ولما بيتحكم في جزء محدد بس. كل ده هنتكلم فيه دلوقتي عشان الناس تبقى عارفه الموضوع ماشي ازاي. الاول بس في كام حاجه عايز اوضحها. الاول البني ادم دوت كان يتواصل معايا عشان يوثق القناه بتاعتي. انا ممكن اوثق لك القناه بتاعتك ويبقى على علامه الصح دي، ولكن ان انت تعمل لي اعلان، يعني بحيث ان يجي له ناس كتير توثق القناه بتاعتهم يعني عنده وكده، وكان هيعملها لي ببلاش. قلت له تمام مفيش مشكله. خلاص قال لي طب اعمل لي مدير على القناه. قلت له لا، انا مش عايز اوثق القناه بتاعتي، وهستنى لحد ما القناه بتاعتي توصل لل 100,000 وبعد كده بوثقها. فهو حس ان انا قلقان، قال طب بص اعمل علامه تجاريه خاصه بيك باسم المحترف المصري وبعتها لي وانا اوثقها لك، اعملني يعني مالك عليها او مدير عليها وانا اوثقها لك. قلت له ماشي. عملت علامه تجاريه وخليته عليها مدير، وطلب توثيق العلامه التجاريه دي. فبعد يوم قال لي الدعم الفني رد عليا ان مش هينفع تتوثق، لازم اكون مالك للعلامه التجاريه عشان اوثقها لك. قلت له خلاص انا مش عايز اوثق القناه. فايه طب بص انا في عندي حل. قلت له ايه هو الحل؟ قال لي انا هعمل قناه من عندي واوثقها باسم المحترف المصري، وبعد كده اخليك مالك للعلامه التجاريه دي، وبعد كده انقل انت قناتك عليها. قلت له تمام. عمل فعلا الكلام دوت، وبقيت ان انا مالك على العلامه التجاريه اللي هو وثقها باسم المحترف المصري. دخلت نقلت القناه بتاعتي عليها وامنت العلامه التجاريه، وكل شيء تمام زي الفل، ما كانش فيه اي حاجه وما فيش حد يقدر يدخل العلامه التجاريه. انا طبعا كنت قلقان مش مطمن للموضوع. فالمهم يعني بعد يوم كده بظهور علامه الصح الظاهر دي، كلمت واحد عنده بارتنرشيب وصديق ليا يعني، وكلمته فقلت له الموضوع حصل كذا كذا، وحكيت له الموضوع يعني. قال لي انت عملته ده غلط، لو حد بلغ عن الفيديو ده ممكن قناتك تتقفل ويحصل فيها مشاكل، فانت الاحسن. قلت له طب انت تنصحني بايه؟ قال لي انصحك لو انا مكانك ارجع للعلامه التجاريه بتاعتي القديمه والغي الموضوع ده خالص وابعد عن الكلام ده كله. قلت له تمام. دخلت فعلا، رحت حذف الفيديوهين اللي كنت اتكلمت فيهم على التوثيق والكلام ده كله. وبعد كده عرفت واحد اتصل بيا عنده قناه عليها 120,000، فرديت عليه. المهم 110,000، فرديت عليه قال لي انا القناه بتاعتي اتسرقت، واللي سرقها الشخص اللي انت عملت له اعلان وخد القناه ومش راضي يرجعها لي، والقناه حتى غير اسمها وغير الصوره اللوجو بتاعها وكل بياناتها وبقت تعامل معاها هو مش راضي يرجعها لي. فعرفت ان هو حرامي. رحت عامل فيديو بس مباشر، حذرت الناس وقلت لهم محدش يتعامل مع الشخص دوت، وانا غلطان، انا بعتذر ان انا عملت اعلان لشخص وانا ما اعرفش ظروفه ايه، ما كنتش يعني ما اعرفوش شخصيا عشان اقدر ان انا اعمل له اعلان. المهم فوجئت ان هو دخل عمل نفسه مدير على القناه بتاعتي، وحذف كل الفيديوهات ونشر فيديو اباحي على القناه. طيب كان في ميزه، طب الفيديو ده لما نشره ظهر على تويتر وظهر على حساب الفيسبوك وظهر على صفحة الفيسبوك بتاعتي. ايه علاقة الموضوع ده بده؟ كل الموضوع ان انا عامل ربط ما بين القناة وحساب تويتر، رابط له من الاثنين ببعض. لما ارفع فيديو على القناة عندي بيتنشر على حساب تويتر، ومن تويتر دخلت عليه كنت عامل ربط لحساب الفيسبوك بتويتر، يعني ده انا انشره على تويتر يتنشر على الفيسبوك على الصفحة بتاعتي وعلى الحساب الشخصي، والكلام ده لسه عامله من يومين. المهم يعني فهو لما رفع الفيديو اتنشر على تويتر، ومن تويتر اتنشر على الصفحتين، عشان الناس برضو النقطه دي كان في ناس بيتكلموا عليها ويقولوا ان ازاي يعني، طب هو هكر بيت حساباتك؟ دي النقطه بس في كده، هو ده اللي حصل يعني. عشان كده
اترفعت ال 12 على تويتر وعلى الفيسبوك، انما هو ملوش علاقه بالفيسبوك ولا تويتر. انا في الاخر خلاص مسحتهم من تويتر ومسحتهم من الصفحه عندي، وخلاص ما بقاش ليها علاقه دلوقتي. المهم انا امنت القناه بتاعتي الحمد لله، ودلوقتي حاليا هو ما يقدرش يعمل اي حاجه. ايه الحاجات اللي ممكن يقدر يعملها اي حد معاه سي ام اس، وايه اللي محتاجه عشان يقدر يعمل الحاجات دي؟ هو انا غلطت غلطتين. اول غلطه ان انا خليته مدير على العلامه التجاريه خاصه بيا، وحتى بعد ما اتحذف هو من ممكن ينفع يرجع تاني ليها كمدير، ودي اول غلطه. وانا لما رجعت القناه رجعتها للعلامه التجاريه القديمه، فمش في دماغي طبعا مع اللي حصل. فالمهم رجعتها للعلامه التجاريه القديمه، وهو طبعا من حقه يرجع تاني للعلامه التجاريه كمدير. فمن هنا بقى عمل نفسه مدير. تاني غلطه ان انا عشان خاطر يعملني مالك للعلامه التجاريه اللي هو كان موثقها، كان لازم أن ياخد الجيميل بتاعي، مش الباسورد بتاعه، لا الجيميل نفسه، الاسم بتاع الجيميل. فدلوقتي كده بقى يملك حاجتين، الجيميل وان هو كان مدير قبل كده على علامه تجاريه من على الجيميل دوت. فمن هنا رجع نفسه مدير للقناه، وحذف الفيديوهات ورفع الفيديو اللي عنده. هو كمدير ما يعرفش يعمل اي حاجه غير ان هو يرفع فيديوهات او يحذف فيديوهات، يتحكم في الفيديوهات بس، انما القناه نفسها تفضل زي ما هي معايا، ما يقدرش يتحكم فيها في حاجه. وده اللي حصل الحمد لله، القناه زي ما هي معايا ومش عارف يعمل فيها اي حاجه، وده اللي مجننه ان هو مش عارف يعمل حاجه. بيقول لي انا هقفل لك القناه. قلت له انت ما تقدرش تقفل القناه، انت لو تقدر تقفلها ما كنتش ترددت لحظه وكنت اتكلمت معايا اساسا، كنت قفلتها من ساعتها. ولو تقدر تاخد القناه كمالك برضه ما كنتش ترددت لحظه وكنت بقيت مالك القناه. انما انت ما تعرفش، انت اخرك تعمل نفسك مدير على العلامه التجاريه اللي انت عارف الجيميل بتاعها. دلوقتي القناه الجيميل بتاعها متغير، وهو ما يعرفش الجيميل الجديد بتاعها، وفي نفس الوقت هو ما كانش على العلامه التجاريه الموجوده دي، لا يعرف الجيميل ولا يعرف العلامه التجاريه اللي هو هيتحكم من خلالها يعني، او على طريق السي ام اس بتاعه ده. بس ده كل الموضوع. فنصيحتي لاي حد، ما تامنش لاي حد في اليوتيوب، ما تديش الجيميل بتاع القناه بتاعك لاي حد في اليوتيوب، ما تخليهوش معروض للناس. جيميل المربوط بيه القناه بتاعتك خليه خاص بيك انت، ومن دلوقتي اللي عامل الجيميل عام او الناس عارفاه اعمل جيميل جديد وانقل قناتك ليه للجيميل دوت. وعلى فكره كل الكلام ده كله انا هعمل بيه حلقه طويله جدا هشرح فيه بالتفصيل ازاي تحمي قناتك من اي حد ان هو يخترق القناه بتاعتك، وتامنها تامين مظبوط ازاي. كل ده ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو طويل، ولكن بس لما الامور تستقر والقناه تستقر كده ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو طويل للناس كلها. وقبل ما نكمل كلامنا، الكل اللي حابب يتواصل معانا عشان ما نعرفش الفيديو ده هيتحذف ولا مش هيتحذف، القناه نفسها هتتحذف ولا لا، لان هو في امكانيته برضو ان في حاجه تانية اسمها كونتنت اي دي، ممكن ان هو يعمل ابلاغ على المحتوى نفسه، ولو اخذت يعني اكتر من انذار ممكن القناه تتقفل وحاجات كده يعني. هو في ايده بعض الحاجات اللي ممكن يقدر يعملها، فما اعرفش الله اعلم ممكن القناه هتتقفل ولا مش هتتقفل. فالكل دلوقتي يشترك معانا في قناه المعلومه واسرار وقناه للمونتاج، هي كده كده موجودين في الصفحه الرئيسيه بتاعه القناه. والفيديو ده على فكره برضو ان شاء الله انا هرفعه على الفيسبوك، هرفعه كفيديو، مش هحط الرابط بتاعه، لا انا هرفع الفيديو كفيديو عشان القناه لو اتحذفت يبقى الفيديو موجود. واللي حابب يعمل داونلود الفيديو ده ويرفعه على القناه عنده يتفضل ويحقق منه ربح كمان لو هو حابب يعني. الكل يشارك معانا، انشر فيديو عشان الموضوع ده يوصل للناس كلها، عشان ده حمايه للناس كلها، عشان ما حدش يضحك عليه ويتاخد منه القناه بتاعته. انشر فيديو عشان غيرك يستفيد في الموضوع ده بالذات، انشر فيديو. ولو حابب تعمل داونلود الفيديو وترفعه على قناتك اعمل داونلود الفيديو وارفعه على قناتك على لساني الكلام اللي انا بقوله ده. المهم عشان طبعا هنا مش هينفع على يوتيوب ان انا اذكر اسامي والكلام دوت، فانا على الفيسبوك هسيب لكم رابط القناه بتاعته ورابط حسابه الشخصي بتاع الفيسبوك والتواصل بتاعه، رقم الموبايل بتاعه والاسم بالكامل وكل ما تتخيلوه، عشان اللي حابب يتواصل معاه بقى يعني، عشان برضه الراجل يعني راجل حابين توثقوا قناتكم ولا حاجه وتتاخد قناتكم زي ما اتاخدت قناه الراجل اللي برضه اللي اتاخد قناته، او يحصل معاكم زي ما حصل معايا. بص اللي مش هيشرب اللبن هيبقى زي عمو الجرسون، انتوا حرين بقى. اللي مش هيسمع الكلام هيحصل فيه زي اللي حصل للمحترف المصري. بس انا بلغتكم، الله ما بلغت الله ما فشهد. المهم عشان في ناس كانت بتقول ان انا اديته الايميل بتاعي والباسورد والكلام ده كله، طبعا انا مش عبيط ولا انا لسه بادئ في اليوتيوب، انا عارف طبعا ما ينفعش اديله الايميل والباسورد.
انا كل الموضوع ان انا كنت عملت مدير على علامه تجاريه مش هي العلامه التجاريه بتاعت القناه. ومن هنا لما عرف الجيميل بتاع القناه اللي انا ربط بيه القناه، من هنا بدا يتحكم في جزء تاني. بس ده كل الموضوع، انما هو ما يقدرش يعمل اي حاجه غير ان هو اقصى حاجه يقدر يعملها دلوقتي حاليا زي ما عمل مع القنوات التانية اللي عمل رفعت فيديوهات باسم سرقه قناه المحترف المصري، عمل عليهم ابلاغ عشان يحذف الفيديوهات بتاعتهم ان هم ذكروه في الفيديو. فعشان كده انا ما قلتش اسمه في الفيديو، عشان برضه انتوا عارفين انا ما قلتش اسمه ليه. انما اسمه طبعا انتوا عارفينه كلكم، وكل الناس حفظت الاسم، هتلاقوه موجود على الفيسبوك، وحساب الشخصي بتاع الفيسبوك موجود. يا ريت الكل يتابعنا على الحساب الشخصي بتاع الفيسبوك وتويتر والحسابات الشخصيه الموجوده في الوصف بتاع الفيديو، علشان خاطر يبقى في تواصل. الله اعلم، لا قدر الله القناه تتقفل ولا بتاع، يبقى انت برضه في وسيله تواصل ما بيننا ومن بعض. بعد كده لما نفتح قناه جديده او كله يشترك معانا في قناه معلومه واسرار، ممكن احولها هي في الاخر لقناه المحترف المصري، اغير اسمها واخليها المحترف المصري لو القناه دي اتقفلت. يعني هيبقى في اكتر من حل ان شاء الله. لو قناه المعلومه واسرار اتقفلت برضه مفيش مشكله، هنعمل قناه للمونتاج نخليها برضه محمد سليمان او المحترف المصري، وبرضه نتواصل عليها ويبقى هي قناه المحترف المصري الاساسيه. ما كانش واتقفلوا الثلاثه، هنعمل قناه جديده، والفيديوهات كلها الحمد لله موجوده عندي على الكمبيوتر، وموجوده عندي على فلاشه، وموجوده على الموبايل، موجوده في كل حته ان شاء الله موجوده الفيديوهات. هنرفعها تاني فيديو على القناه ونرجع تاني زي ما كنا باذن الله. وفي يوم من الايام وعد مني ان شاء الله باذن الله، زي ما قربنا نوصل لل 100,000 مشترك، هنوصل للمليون مشترك، وهنوصل لاكثر من مليون مشترك ان شاء الله واحنا مع بعض باذن الله. بس النقطتين اللي انا كنت حابب اوضحهم للناس، عشان قالوا ان انا رفعت فيديو مش كويس على القناه، مش انا اللي رفعته، الراجل اللي دخل او البني ادم اللي دخل حذف الفيديوهات، رفع فيديو، وانا عشان كنت رابط اليوتيوب بتويتر الفيديو اتنشر على تويتر، وعشان كنت رابط تويتر بالفيسبوك ان اي حاجه انشرها على تويتر تنشر على الفيسبوك، اتنشرت على الفيسبوك برده مباشر. وبعد كده انا حذفتهم كلهم، يعني لو انا اللي نشرهم إيه كان هيخليني احذفهم تاني من الفيسبوك وتويتر والحاجات دي؟ ما كنت هسيبهم زي ما هم يعني برضو بالعقل كل حد يفكر. يعني بالاضافه ان انا بقالي سنتين على اليوتيوب ما فكرتش اعمل حاجه من الحاجات الجميله اللي الناس شايفتها دي، يعني ماليش في المواضيع ديت، والحمد لله يعني ربنا يغنينا بالحلال، وربنا ربنا يسترنا كلنا جميعا يعني. بس ده كان ملخص الموضوع بالنسبه للي حصل معايا، عشان الناس تبقى عارفه المشاكل فين. امن قناتك، ان قناتك للجيميل محدش يعرفه خالص، ما تديش الجيميل دوت، ما تدوش لاي حد، لا الجيميل ولا الباسورد ولا الجيميل نفسه تديه لاي حد، عشان محدش يقدر يتحكم فيك في حاجه من الحاجات دي كلها. وهو كل اللي يقدر يعمله دلوقتي ابلاغات على الفيديو، فالله اعلم بقى هيستجيبوا للابلاغ اللي هو هيعمله ولا مش هيستجيبوا، الله اعلم برضو هو وظروفه وهو حظه. بس فانا حبيت اوديكوا نبذه كده، وان شاء الله باذن الله هيبقى في فيديوهات تاني هشرح لكم فيها الموضوع بالتفصيل، وازاي تنقل قناتك لعلامه تجاريه، وازاي تامن الجيميل، وازاي تامن كل الدنيا دي كلها. وكمان نقلت القناة للجيميل الجديد وما استنيتش يوم، نقلته في نفس الوقت. هو طبعا اليوتيوب عشان خاطر يبقى في امان، يعني ان انت لو عملت حد مالك للقناة ما ينفعش يحذف المالك الاساسي الا بعد مرور 24 ساعة. انا لا، حذفت المالك الاساسي واتنقلت لجيميل جديد، وكل ده الحمد لله في وقتها ما فيش دقيقتين خمس دقايق كنت مخلص الموضوع ده كله. وان شاء الله باذن الله التفاصيل دي كلها والاسرار دي كلها هعملها لكم في فيديو بالتفصيل عشان الناس تستفيد منها وتامن قناتها وكده يعني. بس زي ما قلت لكم، اللي حابب ينشر الفيديو يعني يعمل داونلود الفيديو ويرفعه على قناته مفيش مشكله، يتفضل. ويا ريت الكل ينشر الفيديو عشان الناس كلها تعرف ويوصل لهم المعلومات ويتابعوا الموضوع دوت ويعرفوا، عشان برضو يتامنوا حساباتهم يعني. فانشر الفيديو عشان غيرك يستفيد، حب الخير لغيرك، واشترك معنا في القناه وفعل زر الجرس عشان احتمال نفضل مستمرين مع بعض زي ما احنا، واشترك في قناه معلومه واسرار وقناه للمونتاج، الثلاث قنوات بتوعنا دول بحيث يبقى في تواصل ما بيننا وما بعض. وبرضو حساب الفيسبوك وتويتر كل ده برضو موجود في الوصف، اشتركوا معنا وتابعونا عشان يبقى في تواصل ما بيننا وما بعض ان شاء الله. الفيديو ده كان طويل شويه ولكن كله دردشه وحاجات تنفع الناس كلها. السلام عليكم ورحمه الله.